الكرام، أرحب بحضراتكم مرة أخرى مع منطقة الشوط السادس عشر الخاصة بفئة القعدان، الحقائق والإنتاج الشخصي مسافة 3 كيلومترات هي مسافتي هذا الشوط. أرحب بحضراتكم مع هذه الاندفاع ومع بداية هذا التحدي وبداية هذا الانطلاق. أسير مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى الأسماء التي تعلن عن حضورها وانطلاقها مبكرا. هنالك الصدارة والمركز الأول مشاهدينا ومتابعينا الكرام. إذن نتابع هنا صدارة هذا الشوط والانطلاق الأول مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع شرط لسيد هلال بن صوايح بن سيف الاكتبي المركز الثاني. زعزاع يأتي على المركز الثاني، هزاع بن سعيد بن محسن الفلاحي على المركز الثاني، وثالث التحديات زعفران لسيد سلطان بن الراعي بن النخيرة الشامسي المركز الرابع. هنالك تواك سعيد بن سيف بن مبارك الاكتبي يأتي على المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه اللحظات من بدأ يتقدم، وهذا الانطلاق الجميل، الشعارات المميزة التي بدأت تتنافس وتعلن عن حضورها وانطلاقها. هنالك على المركز الخامس الغزال، هنالك مصيح لسيد محمد بن شطيط بن حمد الشامسي على المركز الخامس. ننتقل مباشرة إلى سادس التحديات مع الأسد، القرين بن علي القرين العامري يقدم لنا الأسد على المركز السادس. المركز السابع وصل شعار الرميثي بدأ يتقدم في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق الجميل مع شاهين سعيد بن مطر بن محمد الرميثي على المركز السابع وثامن التحديات. وتابع هذه الأسماء الواصلة، هنالك أشقر سالم بن سعيد بن ذيبان المنصور يحتل المركز الثامن والمركز التاسع. من الجانب الأيمن هنالك صوع عبد الله بن خميس بن ناصر السنيدي قادم على مستوى المركز التاسع، وعاشر التحديات يتواجد مياس خميس بن محمد بن مبارك المهيري. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى التحديات، وهنالك الرميثي على المركز الأول. الرميثي على مقدمة الشوط يقدم لنا شاهين السلالة الشاهنية التي تعلن حضورها على المركز الأول. سعيد بن مطر بن محمد الرميثي مقدما لاسم شاهين على المركز الأول. المركز الثاني هنالك مصيح محمد بن شطيط بن حمد الشامسي يصل على المركز الثاني، وثالث التحديات صوع عبد الله بن خميس بن ناصر السنيدي قادم على المركز الثالث. المركز الرابع هنالك الأسد القرين بن علي القرين العامري يتسلل إلى المركز الثالث، بينما المركز الخامس هنالك شاهين عبيد بن علي بن رشيد الاكتبي. وصل شعار بن رشيد المتفوق في هذه الفترة المسائية، اختطف شوطين أو ثلاثة أشواط في هذا المساء، أيضا يبحث عن نقطة ثالثة أو رابعة في هذا المسار. نعود هنا مع القيادة ومع شعار الرميثي شاهين سعيد بن مطر بن محمد الرميثي مع انطلاق شاهين. يا سلام شعار الرميثي، شعار مميز وشعار غني عن التعريف. يتواجد سعيد بن مطر بن محمد الرميثي على المركز الاول والانطلاق الاول. المركز الثاني هنالك بن رشيد مع شاهين عبيد بن علي بن رشيد الاكتبي، وايضا هنا الاسد القرين بن علي القرين العامري، ولكن الرميثي يحسم هذا الشوط، يحسم هذا الشوط من صالحه. تهانينا والناموس للسيد سعيد بن مطر بن محمد الرميثي على فوز شاهين بالمركز الاول. ثانيا وصل الاسد القرين بن علي القرين العامري، وثالثا هنالك مياس خميس بن محمد المبارك المهيري. المركز الرابع شاهين عبيد بن علي بن رشيد الاكتبي، وخامس المراكز وصل مصيح محمد بن شطيط بن حمد الشامسي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس للرميثي، 4 دقائق 30 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، وتوقيت شاهين سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل الأسد القرين بن علي القرين
العامري قاطع مسافة 3 كيلومترات. كما تشاهدون التوقيت واضح أمامكم على شاشة قناة ياس الرياضية بمتابعة المخرج العزيز أسامة الهواري. 4:32:06 تهانينا وناموس المركز الثالث. ثالث المراكز مياس رصيد خميس بن محمد بن مبارك المهيري. التوقيت الزمني 4:33:00 وجزئين من الثانية تهانينا والناموس.